السلام عليكم، أنا محمد غنايم. في البداية أريد أن أرحب بكم جميعا وأشكركم مجددا على وجودكم، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فأهلا وسهلا بكم يا أصحاب الفكر والعقل السليم والإطلالة اللطيفة، والله إنه يحبكم في الله. الساعة 9 ليلا تقريبا كنت أجلس في غرفتي أطالع أحد الكتب على إنارة خافتة وأجواء شاعرية هادئة في صحبة العلم والشاي، وفجأة سمعت الباب يطرق، فقلت: تفضل. فدخل صديقي وتنهد وقال: أنا مخنوق يا دكتور. قلت: لا داعي أن تكمل، يعني مدام نديتني دكتور وأنا بالبجامة معك في نفس الغرفة لا بد أن هناك خطب ما. وبالفعل وضعت الأيباد جانبا وقلت له: اجلس، ها تحدثني ما أهم قلبك يا صديقي. قال: أشعر أنني مخنوق جدا هذه الأيام وأحتاج أن أفضفض لك. وبالفعل تعاملت معه كما الصديق، مصغيا مهونا مساعدا، وما ننهيت حديثي معه وإذا بصديق آخر يتصل هاتفيا: وعليكم السلام تفضل. فبدأ هو الآخر يحدثني عن همومه ومشاكله، فقلت في نفسي: والله أنت فاهمين الطب خطأ يعني. ولكن أيضا أكملت حديثي معه وقد أصبحت مخنوقا أكثر منهم. وبكل أمانة هذه الفترة ما قابلت شخصا إلا وشك لي هما، ليس من باب طلبه للمساعدة، بل من باب أن الكل على الأغلب أصبح غير راضي نفسيا عن نفسه وبدون سبب مبرر أو واضح. لذلك أحببت أن أتحدث معكم اليوم وأشكو لكم همي لا أمزح، أحببت أن أدردش معكم عن هذا الموضوع من ناحية طبية، لماذا نشعر بالهم هذه الأيام. إن شاء الله سأعمل تاج لأصدقائي في هذه الحلقة حتى يفهموا الموضوع بشكل جيد، وأنت أيضا اعمل تاج لأصدقائك وشارك هذه الحلقة مع صديقك الذي تشعر أنه ربما مخنوق هذه الأيام. لو وضعت يدك هنا ستكون قد وضعت يدك على الغدة الدرقية، هي غدة توجد فوق جزء من القصبة الهوائية وتشبه في شكلها الفراشة كما تلاحظ هنا. هذه الغدة عند زيادة نشاطها يصبح لديك أمور عدة احفظها: زيادة في دقات القلب، زيادة في التنفس، زيادة في استهلاك الجسم للطاقة، زيادة في حرارة الجسم، تقلل شهيتك للأكل، والأهم أنها تزيد من شعور القلق والتوتر والاكتئاب وأمور كثيرة أخرى. طبعا أحبتي في الله، هذه الغدة هي المسؤول الرئيسي عن شعور النشاط لديك، يعني لولاها لما امتلكت الهمة لفعل أي شيء في حياتك، ولكن المشكلة في زيادتها أو هبوطها الحاد. لماذا أتكلم معكم عن هذه الغدة في الأساس؟ لأن ما نشعر به الآن بكل بساطة من هم وضيق وتوتر واكتئاب على الأغلب بسبب زيادة نشاط هذه الغدة. قد تقول: من أين استنتجت أن ما نشعر به بسببها؟ من أصدقائي المكتئبين بسبب ما كانوا به من حجر منزلي. قد تقول: وما دخل الحجر المنزل بالموضوع؟ سأخبرك، ولكن بداية أحضر كوب عصير، ويفضل عصير برتقال، وعد لنكمل الحديث. لاحظ أنني لم أقل قهوة أو نسكافيه أو شاي، وسأخبرك السبب في نهاية الحلقة. زيادة نشاط الغدة أحبتي في الله أمر جيد، يعني عند زيادتها تكون في قمة نشاطك وتركيزك، ولكن المشكلة في إفراط نشاطها. يعني أذكر أيام الاختبارات في الجامعة كان بعض الطلاب يأخذون دواء، لا أريد أن أذكر اسمه، هذا الدواء كان يعمل على زيادة نشاط الغدة الدرقية وبالتالي النشاط المستمر، فكان هؤلاء الطلاب يدرسون ما يزيد عن 17 ساعة في اليوم، ولكن هذا الدواء له آثار سلبية أو جانبية عالية. كان الطالب بعد الاختبار ينام ما يزيد عن 20 ساعة في اليوم، يستيقظ فقط يأكل وينام. فزيادة نشاط الغدة أمر جيد لحد ما، ولكن الإفراط في نشاطها أو الإفراط في هبوطها، فلا بد من التحكم في نشاط الغدة حتى نحصل على الحياة المتزنة. صحيح. لذلك لاحظ الدماغ هنا، هذه منطقة الهيبوتلاموس، يفرز منه هرمون يسمى TRH الذي بدوره يذهب للغدة النخامية ويجعلها تفرز هرمون آخر يسمى TSH، وهذا الهرمون يذهب إلى الغدة الدرقية ويجعلها تتنشط وتفرز هرموناتها. الآن لاحظ أن هذه السلسلة التي هي سبب في نشاط الغدة الدرقية، الله سبحانه وتعالى وضع بها آلية تسمى بالنيجاتيف فيدباك، تجعل هذه الهرمونات نفسها التي كانت سبب في إفراز أو تنشيط الغدة الدرقية تقمع السلسلة نفسها، وبالتالي تقمع نشاط الغدة الدرقية. فبعد أن تفرز هذه الهرمونات من الهيبوتلاموس والغدة النخامية ثم الغدة الدرقية، هذه الهرمونات جزء منها يذهب إلى المناطق التي كان سببا في إفرازها كالغدة النخامية والهيبوتلاموس وتقمعها، وبالتالي تقمع نشاط الغدة الدرقية نفسها. لماذا وضعت الضوء على هذه النقطة؟ حتى لا يصبح لديك إفراط في نشاط الغدة الدرقية وبالتالي الشعور بما تشعر به الآن ربما من قلق أو اكتئاب. فيا سبحان الله، يعني لو استمر نشاط الغدة دون أن تقمع هذه السلسلة نفسها سينتج لك أمراض كثيرة، مثلا مرض جرافس كما تلاحظ هنا على الشاشة. الأمر بسيط، كل ما نحتاج معرفته الآن هو كيف نجعل نشاط هذه الغدة متزن وبالتالي نخفف القلق الحاصل. لذلك لا بد لنا أن نعرف العوامل التي تزيدها حتى نتجنبها أو نقلل منها. صحيح، هناك عاملين مهمين في التحكم في هذه السلسلة أو في نشاط الغدة الدرقية، احفظهما، هما البرد والأكل. يعني عندما تشعر أنت بالبرد تتفعل هذه السلسلة تلقائيا، وبالتالي يزيد نشاط الغدة الدرقية لديك، ونحن قلنا عند زيادة نشاطها ترتفع حرارة الجسم، فبالتالي ترتفع حرارة جسدك ويحميك ذلك من الموت بردا،
سبحان الله. أيضا عندما تأكل يرتفع تتفاعل هذه سلسلة القين، وبالتالي لها ارتباطات في الإنسولين لمعالجة السكر، وبالتالي تنمو. الآن ما علاقة هذا الأمر بالحجر المنزلي قد تسأل؟ ببساطة، لأننا كنا في الحجر المنزلي نأكل بشكل غير منتظم، كنت تأكل فترتفع نشاط هذه الغدة، وبالتالي الجسم تلقيا يقوم بقمع الغدة نفسها، ولكنك أنت لا تسمح له بذلك، فتأكل مجددا فترتفع مجددا ويصبح عدم اتزان في نشاطها بكل بساطة. هل سألت نفسك يوما لماذا المدخن في الأغلب يكون نحيف الجسم وعصبي ومتوتر وبه شيء من الاكتئاب؟ ببساطة، لأن التدخين به مادة السيانيد التي ترفع الإبنفرين في الجسم، والإبنفرين يزيد نشاط الغدة الدرقية، فبالتالي عندما يزيد نشاط الغدة الدرقية يزيد استهلاك الجسم للطاقة وتقل شهيتك للأكل، فأنت تحرق سعرات حرارية كثيرة ولا تعوضها بالأكل لأن شهيتك ضعيفة فتصبح نحيف، وهو عصبي ومتوتر بسبب آثار زيادة نشاط الغدة، منها القلق والتوتر والاكتئاب. فإذا رأيت مدخن عصبي قل له يعني غدتك الدرقية ليست بخير، هذه نظرة للأمر من زاوية مختلفة. قد تقول أنا أشعر بالقلق هذه الأيام ولكنني لا أدخن ولست نحيف بل سمين. هنا ربما يكون شعورك بسبب هبوط في نشاط الغدة، عندما يقل نشاطها يقل استهلاكك للطاقة، يعني يقل حرق السعرات الحرارية لديك، وشهيتك تكون قليلة أساسا، وبالتالي أنت لا تحرق كثيرا ولا تأكل كثيرا فتكسب وزن. وهذه إجابة السؤال الشهير، لماذا أكل كثيرا ولا أنصح، أو لماذا لا أكل كثيرا وأنصح. بكل أمانة أحب التمعن في هذا الخلق المعقد ألا وهو جسم الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فيا سبحان الله. لذلك ما رأيكم أن نكمل التمعن في الغدة الدرقية؟ بالعودة إلى موضوع البرد، قلنا أن البرد يزيد نشاط الغدة الدرقية إذا تذكر في بداية الحلقة. هنا نلاحظ أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق باردة طوال العام يكونون مكتئبين، صحيح؟ يعني الغدة دائمة النشاط لديهم، أو عدم لا يوجد بها عدم اتزان في نشاطها، وبالتالي شعور الاكتئاب لديهم. دراسة ألمانية طبقت على 35 ألف شخص، جاء فيها أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق باردة يكونون أكثر عرضة لمشاكل الغدة الدرقية، ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب. جاء في الدراسة أن في ألمانيا شخص من كل 5 أشخاص عرضة للاكتئاب أو مكتئب، تخيل. وهنا أتذكر صديقي محمود الذي يعيش في النرويج، وهذا بلد بارد جدا شبه طوال العام. دائما كنت ألاحظ أن صديقي عندما كان يأتي إلى تركيا أو البلاد التي درجة حرارتها معتدلة أو عالية كان نشاطه يزيد ويصبح أكثر حيوية وتملأه الحياة، وكان ينشر بشكل كثير على مواقع التواصل الاجتماعي ويتفاعل مع جمهوره. وعندما كان يعود إلى النرويج المكان الذي يعيش به كان نشاطه يقل، وعندما أكلمه يقول لي أن الجو هنا لا يساعد على أي إبداع أو تصوير أو نشاط، وأنا كنت أتفهمه جدا من ناحية طبية لأن البرد المستمر يزيد من نشاط الغدة الدرقية، وبالتالي يزيد من شعور القلق والتوتر والاكتئاب. لا أقول أن محمود مكتئب طبعا، يعني الله يحفظه ويحميه، الأمر هو عبارة عن زيادة وهبوط في نشاط الغدة الدرقية لا أكثر. يعني سامع محمود، لا أريد أن تقلب الأمر الآن روستينج ودراما على اليوتيوب، الأمر لا يحتمل. بالمناسبة مساء الخير صديقي الغالي محمود، وإن شاء الله نتقابل قريبا في مكان ذو طقس حرارته جيدة إن شاء الله. طبعا نحن لا نقول أن كل من يعاني من قلق أو ضيق هذه الأيام أنه يعاني من مشاكل الغدة الدرقية، الأمر أكثر بساطة، الأمر يتلخص في كيفية التحكم في نشاط معتزن أو معتدل لهذه الغدة، وسأخبرك إن شاء الله أمور تساعدك في تعديل واتزان نشاط هذه الغدة إن شاء الله. أولا، حاول أن تقلل من الإجهاد الواقع عليك، يعني لا تحمل نفسك فوق طاقتها. كل أمر صعب حاول التعامل معه بروية وهونها عليك، لأنه أحيانا التوتر والقلق الزائد لا يجلب لك سوى المزيد منه. ثانيا، حاول أن تقلل من المنبهات، لذلك أخبرتك في بداية الحلقة أن تشرب عصير. ثالثا، حاول أن تأكل 3 وجبات في اليوم بحيث تكون بشكل معتدل، يعني الفطور يجب أن يكون صباحا لا الساعة 3 عصرا، يعني سامعين. وأخيرا، حاول أن تنام مبكرا وتناول كأس من الحليب الدافئ، هذا يساعدك على الاسترخاء وبالتالي يساعدك في محاربة الأرق الحاصل لديك بسبب نشاط زيادة نشاط الغدة. بالعودة إلى صديقي في بداية القصة الذي جاءني مخنوق، لا أعتقد أنه يعاني من مشاكل الغدة الدرقية، أعتقد أنه كان بحاجة لصديق لا أكثر، وأنا بجانبه بإذن الله، ودمتم في أمان الله.